الحقيقة تم استعراض العديد من المواضيع أيضا التي تتعلق بتطوير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التي يعني تخضع تحت الجامعة العربية، وهي إشراقة جميلة حقيقة للجامعة العربية فيما لاحظنا وفي من تطور لهذه الأكاديمية. نتمنى إن شاء الله المزيد من التطور والعمل والتضامن بين البلدان العربية. تم التطرق أيضا إلى يعني مساعدة إخوة الفلسطينيين لما تعرضوا له من حرب إبادة حقيقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويعني دعوة المجموعة العربية للتعاون في هذا المجال لدعم الإخوة الفلسطينيين في مجال النقل بمختلف يعني أوجهة. وأيضا تم الاجتماع الهيئة في إطار الاجتماع الوزاري للنقل وزراء النقل العرب، تم عقد اجتماع الهيئة الأكاديمية للعلوم العلوم والتكنولوجيا، وتم استعراض النجاحات التي تم تحقيقها بالإضافة إلى الموازنات بالإضافة إلى أيضا ما يمكن إضافتهم من تخصصات جديدة في هذا الإطار. هل تقدمت هل تطرق المجلس الوزاري للتحديات التي تواجه عملية النقل وسلاسل الإمداد، خاصة يعني في ظل التحديات التي تشهدها على البحر الأحمر وقناة السويس، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات يا فندم وفقا للقرارات؟ بلا شك أنه الاجتماع الوزاري في أهم مواضيعه هو التطرق إلى التحديات التي تواجه منطقتنا والتحديات التي تواجه النقل البحري، خاصة فيما يتعرض له كما نحن نعرف يعني بسبب هذه الأزمة وبسبب ما يتعرض له تتعرض له المنطقة من يعني حرب في هذه المساحة الجغرافية، وبلا شك أثر بشكل مباشر على مسألة النقل، وتم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل واضح وبشكل مهم جدا يعني، والجميع مدرك أهمية ذلك. معالي السفير أستأذنك، حضرتك تكلمت قبل كده عن الاستثمارات العمانية في مصر، وممكن نعرف الملف دوت وصلنا فيه لإيه أو عدد المشروعات دوت؟ والله أحب أطمنك أنه نتيجة لهذه الجهود في ارتفاع منذ سنتين ثلاث سنوات في نسبة يعني التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 31% خلال السنوات الماضية هذه، وهذا ما يدل ويعطي يعني صورة إلى أنه يعني هنالك آفاق وتطور في هذا المجال بين البلدين لاهتمام وتوجيه القيادتين لهذا الموضوع بشكل محدد، لأنه الجانب السياسي بين البلدين في مستمر وعلى المستويات يناقشون هذه المواضيع، إلا أن الجانب الاقتصادي الآن يركز عليه بشكل أفضل وبشكل أكثر، لأنه هذا ما يتعلق ب يعني العلاقة المهمة الآن أصبحت في توجيه القيادتين الاهتمام بالجوانب الاقتصادية وجذب الاستثمارات بين البلدين. معالي رؤية عمان لتطوير وتوحيد النقل العربي بما يخدم التبادل التجاري العربي والعالمي أيضا. عمان دائما يعني تؤكد على أهمية التضامن والتعاون في مجالات مختلفة، سواء الاقتصادية السياسية وغير ذلك، وحريصة عمان في كل الاجتماعات أن يعني تؤكد على أهمية التضامن بين البلدان العربية والتعاون فيما بينها. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يغلق معبر رفح، يعني الجهود العربية اللي تخلي المساعدات والنقل إلى دولة فلسطين. والله القمة العربية التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية في الرياض خرجت بقرار مهم جدا لدعم الإخوة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم لما يدور في هذه البقعة من الأرض ولما يتعرض له الإخوة الفلسطينيون من حرب إبادة. وأنا أعتقد هذا أيضا موضوع النقل وموضوع المساعدات، موضوع إيقاف الحرب، موضوع فتح المعابر من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين كان حاضرا وبشكل قوي. شكرا جزيلا. شكرا.